طيب احنا هنعمل بقى كفتة التونة الصيامي. الوصفة معانا علبة تونة متصفية، سواء بقى كانت في زيت او محلول مائي، وطبعا بنفرم يعني بنهرسها كويس، يعني متبقاش حتت كبيرة. معانا فلفل احمر مفروم ناعم، بصلة مفرومة ناعم، معلقتين كبار كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، 3 حبات بطاطس مسلوقين، بس مسلوقين بالقشرة، مسلوقين بالقشرة علشان ما يشربوش مية معانا كتير. احنا مش عايزين البطاطس تشرب مية وتفك الكفتة مننا، احنا عايزين الكفتة تمسك، فبنسلقها بالقشرة وبعدين نطلعها من المية نقشرها وبعدين نهرسها، وما نضربهاش في محضرة الطعام عشان ما تعملش عرق معانا، لازم نهرسها بايدينا وهي لسه دافية. ملح وفلفل ومعلقتين كبار شوفان مطحون ناعم او اكتر حسب الاحتياج عشان تتماسك معانا. طيب احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنبتدي ان احنا نقلب كل او نعجن كل المكونات دي مع بعض. الوصفة دي يعني هي مشبعة جدا وصيامي ومناسبة جدا برضو للأطفال، حلوة جدا. حلوة ليه كمان صيامي؟ لأن فيها التونة. التونة من المصادر الحلوة جدا للكالسيوم وفيها فيتامين دي. فاكرين لما قلتلكوا ان مهم جدا في الصيام ان احنا نهتم بان احنا نتناول حاجة يبقى فيها كالسيوم، علشان الصيام ما فيهوش لبن وما فيهوش اي مصادر كالسيوم، فعلشان ما يحصلش مشاكل مهم جدا ان احنا ناخد او ناكل حاجات فيها كالسيوم. قلنا زي سلطة الطحينة مثلا، الطحينة او السمسم مليان كالسيوم. ايه كمان؟ التونة. التونة فيها الكالسيوم ومعاها كمان فيتامين د اللي بيساعد على الكالسيوم يروح في مكانه الصح في الجسم. قلنا ان فيتامين د الجسم بينتجه عن طريق الشمس، لما بنعرض جسمنا للشمس الجسم بينتجه، او بنقدر ان احنا ناخده برضو في هيئه اكل زي مثلا صفار البيض. فيه بس في الصيام ما ينفعش ان احنا ناخد صيام صفار بيض، فبالتالي ناخده في مثلا التونه فيها فيتامين د. مش حروف جاية معايا غريبة النهاردة. طيب نحط ملح وفلفل. بشكر برضو جدا 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 توتة خليل اللي جت زارتني مخصوص لما رحت اسكندرية الاسبوع من يومين. جت زارتني مخصوص وانا سعيدة جدا جدا انها جت زارتني، بجد نورتيني يا توتا، وانتي من الناس الجميلة قوي وبتشاركنا دايما بتطبيقاتها على البيج عندي وعلى جروب محبي شيف سالي. تطبيقاتها جميلة قوي قوي قوي، لانها دايما بتاخد الوصفة وبتضيف معاها تكة من عندها اضافية، بتبقى دايما فنية جدا. فتسلم ايديكي دايما على كل حاجة يا توتا، وبشكرك جدا جدا انت وجوزك على انكم جيتولي بجد مخصوص علشان تشوفيني، يعني بجد بشكرك قوي، كان فعلا حاجه جميله قوي قوي، انبسطت قوي يعني. طيب احنا بنحط البطاطس اهو، وببتدي بقى اظبط، يعني حاسه مثلا ان ايه البطاطس برضو شاربه ميه مش ماسكه معايا كويس، ابتدي ان انا اروح حاطه مزوده الشوفان معايا عشان تمسك. دلوقتي سامعاك، قول. طيب كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي خلاص، احنا ظبطنا، حطينا ملح وفلفل. على فكره الكميات زي ما انتوا عايزين تغيروا فيها، عايزين تزودوا التونه تقللوا البطاطس، كل ده تمام، بس نخلي بالنا الوصفه دي يعني مش 10 نصايح قوي، يعني ممكن ناخد منها حتتين كده بس، قبلها سلطه وشوربه قليلة الدسم عشان فيها البطاطس مع التونة.
لكن مش ان احنا نقول لا مش هناكلها خالص في العشاء نصايح، لا ممكن بس قليل. هبتدي بس ان انا اشكلها بالشكل ده علشان اعرف ان انا احمرها في الطاسة. فهنروح لفاصل لغاية ما اخلص الكمية دي، نرجع مع بعض نحمرها في الطاسة ان شاء الله. اشوفكم بعد الفاصل.